شو معكم عدنان تعيم، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله راح معايا عند صح واحد الامتحان ديال لا فاكولتي دي ستات. طبعا هذا الامتحان كونسيرني المادة ديال البروبابيليتي، طبعا في لو فاريب اليطوار. دونك الموضوع كيقول دونك عندنا غير اكسيرسيس ان ان اكسيرسيس دو دونك اور البروغرام دونك او نيفو ديال اس 2 دونك داكشي علاش ما نديروش. الوغ سوا اكس اون فاريابل اليطوار دون la fonction de la densité de la probabilité suivante. Alors, on a une fonction de la densité. On a x comprise, mais bien 0 comme ce chéri. Alors, c'était au sol, ou bien il y a un f. On a démontré que f est une fonction de la densité de probabilité. Alors, on a ce s. Donc, je n'ai pas خصنا نبينو جوج الحوايج. اول حاجه خص لا دونسيتي نبينو اكبر من زيرو، عدد التكامل من صفر حتى 25 خصنا نحسبو ديال لا دونسيتي وخصو يعطينا واحد. الو كيما قلنا هادو هما الشروط، انني خصني نبين انا اكبر من زيرو على هاد الانترفال، ونبين ان التكامل ديالها كيساوي شحال، كيساوي واحد، يعني الانتقال ديالها كيساوي واحد. الو نمشيو مع الشرط الاولاني. اذا الشرط الاولاني دونك عندنا واحد على جذر اكس دونك كبر من زيرو، كنعرفو ان الجذر كبر من زيرو ديما، سيرتو لما جات 0.25. الو واحد على جذر تاع اكس موجبة. الو اذا لا دونسيتي عندنا كديرة موجبة هذا المجال هذا. دونك نبينو دابا الشرط الثاني. لو في الشرط الثاني شنو قلنا؟ قلنا ان الا كان عندي واحد اكس كومبريز ما بين ا و بي، يعني خصني نحسب الانتغرال من ا الى بي وخصو يعطينا واحد. هنا عندنا ا هي شحال؟ هي 0.25. اذا خصني نحسب الانتغرال ديال لونسيتي وخصو تساوي، اذا غادي نبينوها. دونك هنا كاين واحد غابيل بلانتغرال، دونك الانتغرال من ا الى بي دير واحد داب فونكسيون اف اللي هي فونكسيون كونتيني. الو شنو كنديرو؟ لا كنلقاو لها اول حاجه الداله الاصليه ديالتها من ا الى بي. دونك دابخي شنو كندير؟ كنعوض بصوره اف دو بي موان اف دو ا. اذا حنا هنا خصنا نقلبو على الداله الاصليه ديال واحد على 10 جذر اكس. ولكن قبل كنخرج عندي حق نخرج في واحد الخاصيه ديال الانتغرال تقرين شويه في الباك. دونك واحد على جذر 10 عنده حق يخرج برا التكامل، يعني يبقى عندنا التكامل ديال شي واحد على جذر اكس دي اكس من 0 ل 25. وكنعرفوا ان لابريميتيف ديال الداله واحد على جذر اكس كتعطينا هي شحال؟ سي جو جذر اكس الداله الاصليه من 0 ل 25. الو هنا لابد الشباب انكم الا كان بروف ديالك غادي يحط في لو فاريابل اتواغ كونتينيو، فعرف اكيد ان خص تكون عندك مع الداله الاصليه. او نعوض بصوره كبيره موان صوره صغيره، يعني نعوض ب 25 ملي كنلقى الداله الاصليه. كما قلت الداله الاصليه تاع واحد على جذر اكس عندك كاينه في الطابلو ديال البريميتيف، دونك موان جوج جذر اكس. نعوض بصوره كبيره موان صوره الصغير. الوغ تو سب اله حاسبه اللي خرج لنا شحال؟ دونك ولا نمشيو غير بشويه. دونك هو واحد على جذر 10، الوغ 5 جذر 25 هو 5، 5 في جوج هي 10. او صفر في جذر صفر هو صفر في هذيك ترى هو صفر، اذا عطانا شي كامل 10 على 10 واحد. دونك شنو نقول لي؟ غنقول اف ايشون فونكسيون دو لا دونسيتي، حيت بينا جوج شروط. دونك داك انا هو السؤال الاول كان عليه بوان. الو السؤال الموالي هو حسب كالكولي بروبا ديال اكس كومبريز ما بين 9 و 16. الو هذا الشيء سؤال جد سهل، هنا غنمشي نحسبو لا بروبا. دونك غابيل الى قالنا كالكولو لا بروبا ديال اكس كومبريز ما بين ا و بي، كنحسب الانتغرال ديال ا الى بي الى اف دي اكس دي اكس. دونك بحال هنا عطانا لا بروبابيليتي ديال اكس كومبريز ما بين 9 و 16 اذا نطبقوها. الو بنفس الطريقه عاوتاني غنلقاو الداله الاصليه. دونك هنا اللي تبدل تبدل الانترفال، يعني بحال بحال السؤال الاول اللي بينا في لا دونسيتي. دونك نفس الداله الاصليه اذا نعوض نيشان كتعطينا هي خرجنا ال 10. دونك الداله الاصليه ديال واحد على جذر اكس هي جوج جذر اكس، او من 16 ل 9. دونك دابا بقى شنو غندير؟ نعاود صورة كبير موان صورة صغير. دونك جوج جدر 16 هو 4، جدر 4 هو جدر 16 هو 4. دونك 4 بجوج هي 8، جدر 9 هو 3، دونك جوج هي 6، 8 ناقص 3 هي جوج، دونك هي جوج على 10 هي 1 على 5 اختي سهل. الو هنا قالك كالكولي او دو اكس، دونك ليكسبيرونس صافين. الو كالكولي ليكسبيرونس و كالكيلو فاريونس. راه نمشيو نكالكيلو راه ليكسبيرونس هو هذا الفورمول ديالو. دونك هنا عندنا موالا فين بلس لافيني بصفة عامة، مي هنا عندنا 0.25. اذا هنا المجال يعني يكون بصفة عامة سي موالا فين بلس لافيني، لكن هما كيعطيوني المجال هو اللي كيرجع، يعني هنا بصفة عامة. راه نمشي نحسب من 0.25 داكشي.
فوالا دونك نعوض كل حاجة بقيمتها. إذا عندنا التكامل من 0 حتى 25 ديال إكس مع نضرب في لا دونسيتي. فوالا دونك شنو درت عندنا؟ دونك ضربنا هنا بسط بصمة في مقام وخرجت 1/10 برا، باش عندي حق كما قلنا في التكامل نخرج. من المشكلة اللي كاينة الشباب شنو هي؟ أنا يعني ما عنديش الدالة الأصلية تاع هادي، إذا شنو خصني ندير؟ خصني نقوم بواحد الاختزال. أنا كنذكر في واحد القاعدة كتشوفوها في الباك ولا من بريمير. دونك إلا كان عندنا أ عدد موجب فإن لاغاسين ديال أ لو تو كاري كيساوي شحال؟ كيساوي أ. يعني سواء عندي حق كتب بحال هكا ولا نكتب بحال هكا. باغ إكزومبل عندنا 3، نقدر ندير لها الجدر ديال أو كاري كتطلع شحال؟ سي 3. وبنفس القضية 3 كتساوي الجدر. دونك نفس القاعدة نطبقوها أنا، علاش؟ حيت كيبان لي الجدر لتحت، إذا خصني نحاول نختزل بيه. إذا عندنا الجدر تاع إكس، دونك إكس شنو كتساوي؟ كتساوي هي لاغاسين ديال إكس لو تو كاري. عندي حق نكتبها بحال هكا، راه طلع هي الجدر تاع اكس او كاري على لاغاسين دو اكس. غنختزل وحده مع الفوق، غتبقى عندنا اش، غتبقى عندنا غير فوق وحده فوقانيه، حتى هادي ما عندناش الداله الاصليه ديالها في الطابلو. اذا نذكركم ايضا بواحد الخاصيه كتشوفوها في الباك، ان اذا كانت عندنا الجدر من الرتبه ان ديال ا، فإننا يمكن كتابته هو أ على شكل 1 على أن، بشرط أن أ يكون أكبر قطعا من زيرو. بحال عندنا الجدر كما قررنا راه هو الجدر أو كاري في الجدر النوني في يامات الباك. إذا هنا جدر إكس إلا بغيت نكتبها بحال هكاك، تعطيني شحال؟ تعطيني إكس أس 1/2. متفقين يا شباب؟ فإذا غنجي نكتبها بهذه الطريقة هذه هنا. دونك ايضا كنفكر كنذكر بواحد الداله الاصليه ديال اكس اس ان، دونك تعطينا هي اش. الداله الاصليه ديالها سي اكس ان زائد 1 على ان زائد 1، اش هذيك كتشبه ليا لها. دونك بلوس كونستانت، دونك في التكامل كنحيد لك الكونستانت. الوغ سي بي، دونك لو ان عندنا هنا تما شحال؟ دونك هو لي اس اكس، دونك هو 1/2. اذا ندير 1/2 زائد 1 على 1/2 زائد 1 من 0 حتى 25. راه غادي يعطينا هو شحال؟ تبقى عندنا 10. لا واحد المقام الفوق والتحت عطانا هي 3/2 على 3/2. طبعا هنا عندنا 25. راه من بعد نعوض الصورة الكبير مو الصورة الصغيرة. راه عطانا هي 1/10، نعوضو ب 25 الفوق، عطانا هي 25 3/2 على 3/2 مو 0/3/2 مو 3/2. راه هادشي كامل غادي يعطينا بألف حاسب. راه حسبناها كاملة بالكالكيلا بحال هاكا، عطاتنا هي 25 على 3. الوغ الفايونس كتساوي او دو اكس لو كاري مو او دو اكس لو تو كاري. الوغ هنا الشباب دونك هادي ديجا كالكيلناها، هادي اللي عندنا هنا، اشنو غنديرو؟ غنمشيو نرفعو غير او كاري، متفقين؟ وحنا حسبناها. الوغ هادي ما عنديش الكالكول ديالها، دونك كتساوي بالكالكول ديالها. الوغ بصفة عامة هي او دو اكس، دونك من موال انفيني حتى لبلوس انفيني هو اكس و كاري، بحال ليكسبيرونس، مي هنا كتكون عندي اكس و كاري. الوغ نمشيو نكالكولو ونشوف شحال عطاني. فوا دونك عوضنا هنا، عطاتنا هي ضربنا بس بصمة اف بقى، عطاتني اكس و كاري. دونك هنا نفس الطريقة عاوتاني غنختزل، مي هنا لو بروبلام ما عنديش غير عندي اكس و كاري الفوق. الوغ كنعرفو ان اكس و كاري شنو كتساوي؟ هي اكس فوا اكس، يعني غنفرقو وحده ونختزلوها مع وحده لتحت. هاي ندير بشويه، دونك عطانا هي اكس فوا اكس على 10 الجدر تاع اكس. دونك كما قلنا قبيله ان راه اكس كتساوي اش، دونك هذيك منين جات الناس الادبيين الناس دونك شي حاجه اوكاري كتعطينا هذيك الحاجه في راسها، دونك اس 3 كتعطينا هي في راسها في 3 مرات. دونك هادشي اللي طبقت هنا. الوغ هنا اكس كتساوي شحال؟ دونك هي الجدر تاع اكس لو تو كاري. الوغ راسين دو اكس لو تو كاري مع واحد الراسين ديال تحت غادي يطير. شنو غتبقى عندنا الشباب؟ فوالا يعني وحده من الجدر تاع اكس اللي كانت عندنا هنا لو تو كاري طبقنا عليها، يعني اختزلناها مع تبقى تعدي هادي. الوغ هنا غنخرج عاود تاني 1/10، غادي يبقى عندي التكامل من 0/25، غتبقى عندي هادي في هادي. وعاود تاني حنا نفس القضية غنديرو ان اكس شنو كتساوي الجدر تاع اكس؟ كتساوي ان هي اكس اس 1/2. وإلا ضربتها في واحد إكس هنا كتزاد القوة، يعني إكس أس 1/2 فوا إكس أس 1، يعني اللي الفوق كتزاد. فصراحة عطانا شحال؟ عطانا إكس أس 3/2. إذا إلا نحط هنا مباشرة دونك إكس أس 3/2 تدي إكس. نفس الخاصية اللي طبقنا قبيلة أنا عندي لها نيشان، نعطيكم الدالة الأصلية نيشان. دونك نفس يعني نطبقو عاوتاني من جديد إكس أس أن.
راه حسبنا كاملة عطاتنا شحال بحال هكا وعوضنا عطاتنا هي 125 فوالا. دونك كيما قلت للشباب عطات بقوات اكس اس ان دونك هي ان زائد واحد على ان زائد واحد صافي 3 على 2 زائد واحد على 3 على 2 زائد واحد. راه حسبنا كاملة عطاتنا 125. راه واش بقالنا دابا غير نعوضو بالقيم. راه حسبنا كاملة بالآلة الحاسبة عطاتنا هي شحال عطاتنا هي 5. راه عوضت كل حاجة بالقيمة ديالها دونك او دو اكس ها هو عندي دونك 8.33 دونك في الفورمي غادي يخصها ترفع او كاري 125 ديجا كالكولي. راه شي كامل عطانا 55.61. السؤال الموالي دونك هو السؤال الرابع دوني لا فونكسيون دو لا دونسي دو لا ريبارتيسيون. اذا انا عطاو فونكسيون دو لا ريبارتيسيون طبعا على في هاد ال... alors تذكر فونكسيون ريبارتيسيون دونك يعني هي اف دو تي دونك كتساوي بي دو اكس انفيريو دو تي. اذا ناتكون عندنا مشعبه الى ثلاثه المجالات لان هنا عندنا صفر واحد او نحاول ان شاء الله نعطيوها بطريقه سهله. اذا هنا غتكون عندي ثلاثه. اذا هنا الاولى غتكون عندنا في تي اذا كانت انفيريو صافي لان هنا تي كومبريز ما بين 0 و 25 الو كاع لي قيم لي انفيريو دونك تبقى زيرو متفقين. الو في تي كومبريز ما بين صفر و 25 هنا غتكون عندي لا بريميتيف دو سا دونك هو شنو لا بريميتيف ديالها دونك عطانا هي المهم انا كتبها نيشان دونك هي واحد على جذر 10 فوا واحد على جذر 2 جذر اكس هي كانت عطانا هي واحد على 10 على عطانا شحال لابريميتيف ديالها هي جوج جذر اكس اذا هي عطانا هي واحد على 5 جذر اكس. علاش اختازلت وحده مع هادي او هنا ديجا راه قالك بايور يعني الا كانت هنا تي. السؤال الاخير هو او كالكولي بي دي اكس سي اكس كومبريز ما بين 9 و 16 دونك اللي كنا حسبنا قبل اون نوتيليزون اف يعني نحسبو دابا باستخدام اش باستخدام فونكسيون دو ريبارتي. اذا هنا كنعرفو في الكا كونتيني فقط غير الكا كونتيني الشباب دونك ديسكريلا. الو الا كانت اكس كومبريز ما بين ا و بي اننا كنسبقو اف دو بي مو اف دو ا يعني انا شنو كنديرو غير كنحسبو الصور هنا متفقين الشباب. يعني شنو غادي تعطينا يعني عندنا بي دي اكس كومبريز ما بين 9 و 16 يعني اف دو 16 ناقص اف دو 1. اذا انا غنمشي نعوض بلاصه لا دونسيتي هنا لان علاش لان صفر ما ممكنش نعوض الفوق ما ممكنش نعوض لتحت لان صفر يعني 9 و 6 المجال جا ما بين هنا جا هنا 0.5 دونك 0.25 الوغ عندنا جات هنا 9 وهنا 16 اذا خصني نعوض في هاد الصف هذا في هاد لالين هذا. دونك شنو غندير نعوض اكس باش نعوض اكس ب 16 وفي الثانيه نعوض ب 9 يعني عطانا شحال سي 1 على 5 لاغاسين ديال 16 ناقص 1 على 5 لاغاسين ديال 9 الوغ الا جي هادي شحال عطانا عطانا شحال سي 4 دونك هي 4 على 5 و نجي درت هاد 9 هي شحال هي 3 دونك 3 في 1 هي 3 على 5 صافي يا شباب. الوغ هي شحال عطانا سي 1 على 5 اكزاكتومون داكشي اللي خرجنا في السؤال الثاني. شكرا على الاستماع ديالكم كان معكم عدنان التعليم. الا كنتو نتوما باغيين تمارين نصحوهم بانترنت شتي دي ولا شي حاجه في لافاك حاولوا انكم تصيفطوهم لنا في الجروب ديالنا اللي كيبان ليان ديالو دابا وعلى امل اللقاء انكم تكونوا استفدتوا ولو شويه من هاد التمرين هذا. خليكم في امان الله. شكرا على الاستماع.